السادسة أهلا بكم في نشرة الأخبار من رؤية أهلا وسهلا بكم والبداية مع أبرز العناوين جلالة الملك ترافقه جلالة الملكة رانيا يزور جمعية الحسين مركز الأردني للتدريب والدمج الشامل إرجاء طرح مشروعي قانوني البلديات ولا مركزية على مجلس النواب إلى الدورة المقبلة مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الأحزاب السياسية كما ورد من مجلس النواب وبدء العمل بمشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق الكفرين الشون الجنوبية في محافظة البلقاء إلى التفاصيل زار جلالة الملك عبد الله الثاني ترافقه جلالة الملكة جمعية الحسين مركز الأردن للتدريب والدمج الشامل واطلع جلالته خلال الزيارة على مجمل الخدمات المقدمة لهذه الفئة من ذوي الإعاقة الحركية لافتا إلى أهمية دعم إمكانات المركز وقدراته في هذا المجال حيث أوعز جلالة الملك للمعنيين في الديوان الملك الهاشمي بتزويد المركز بجميع احتياجاته من الأجهزة والمعدات والأثاث وتوفير عيادة متنقلة مجهزة بمشغل لخدمة الاشخاص من ذوي الاعاقة في منازلهم من غير القادرين على الوصول الى الجمعية، وذلك بهدف شمول اكبر فئة من المستفيدين، كما وجه جلالته بتزويد المركز بالتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية بمواد اولية لبرنامج الاطراف الصناعية والاجهزة الطبية ومشغل المعينات الحركية والتعديلات ليصار الى تصنيعه وفقا لاحتياجات المركز والمستفيدين من خدماته وقدم اطفال في المركز امام جلالتيهما عرضا مسرحيا عبروا فيه عن دلالات التنوع والتجانس المجتمعي في الاردن والذي يتمثل في التسامح والعيش المشترك والتنوع الديموغرافي والتعدديه وقبول الاخر. قال رئيس مجلس النواب الدكتور عاطف الطراون انه اتفق مع رئيس الوزراء على ارجاء طرح مشروعي قانوني البلديات واللامركزيه على مجلس النواب الى الدوره الاستثنائيه المقبله المتوقع عقدها بعد العيد. هذا واشار الطراون عقب لقائه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور اليوم الى انه ستتم معالجه بعض مواد القانون بناء على ملاحظات مخرجات الحوار الذي اجرته اللجنه النيابيه المشتركه في المحافظات. كما اضاف الطراونة انه لا سح قانون لقانون اللامركزيه من المجلس من قبل الحكومه أقر مجلس الأعيان اليوم مشروع قانون الأحزاب السياسية كما ورد من مجلس النواب، ويتضمن القانون إجراءات تأليف الأحزاب وشروط العضوية فيها وحلها وتحديد مواردها المالية، كما يحدد القانون عدد الأعضاء المؤسسين ب 150 شخصا بدلا من 500 شخص، ويخفض عمر العضو المؤسس إلى عشر عاما، وتتولى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وفق القانون مهمة الاشراف على الاحزاب من خلال تشكيل لجنه في الوزاره تسمى لجنه شؤون الاحزاب، تنظر في طلبات تاسيس الاحزاب وتتابع شؤونها يراسها امين عام الوزاره، ويحظر القانون على الاحزاب الارتباط التنظيمي او المالي باي جهه غير اردنيه او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من اي دوله او جهه خارجيه، كما يحظر على اعضاء الحزب استلام الهبات او التبرعات النقديه او العين. yeah بدأ اليوم العمل بمشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق الكفرين الشون الجنوبية في محافظة البلقاء ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية بطول 12 كيلومترا شاملا الإنارة وبكلفة مقدارها 11 مليون دينار رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور وفي كلمة له خلال الاحتفال الذي أقيم في منطقة الشون الجنوبية بمناسبة بدء العمل في المشروع لفت إلى أن الحكومة حرصت على تنفيذ هذا المشروع نظرا لحوادث السير المتكررة التي يشهدها الطريق والتي أزهقت العديد من الأرواح من جانبه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلس أكد أهمية هذا المشروع لقطاعات النقل والزراعة والسياحة باعتباره طريقا إقليميا يربط منطقة الأغوار مع العاصمة عمان ويربطه مع الأراضي الفلسطينية عبر جسر الملك حسين مثلما يستخدم لنقل منتجات وادي الأردن الزراعية بالإضافة إلى أهميته للقطاع السياحي في منطقه تزخر بمواقع دينيه واثريه هذا مشروع مشروع تنموي ومهم جدا لاهل المنطقه تم البدء في اعداد دراساته وطرح العطاء بناء على توجيهات مباشره من دوله الرئيس لكثره الحوادث التي حصلت على هذا الطريق طول الطريق 12 كيلومتر اليوم المقاول راح يبدا العمل ان شاء الله بالتحويلات المروريه المطلوبه لخدمه اهل المنطقه خلال التنفيذ ان شاء الله من خلال يعني عامين عامين ونص من الان بكون الطريق منتهي باربع مسارب مع اناره مع كافه اعمال السمريه المطلوبه. نشكر هذه اللفته وهذه الزياره في ظل صاحب القياده الهاشميه الملك عبد الله الثاني بن الحسين كما اوجه بالنسبه لمدخل الروضه الغربي طلبنا من دوله الرئيس الوزراء اخذ لفته كريمه لان هذا المدخل يسبب عائق بالنسبه للشارع ومدخل سكان. ووعز دولة الرئيس مع معالي وزير الاشغال بحله بالخطوه القادمه ان شاء الله عبر طلبه الثانويه العامه اليوم عن ارتياحهم من مستوى اسئله مبحثي اساسيات الاداره والثقافه العامه حيث جاءت الاسئله بسيطه وغير معقده مقارنه باسئله اللغه الانجليزيه والرياضيات مؤكدين ان جميع الاسئله من ضمن المنهاج المقرر واشار الطلبه الى ان الامتحان لم يحتوي اي اسئله من خارج المنهاج وكان يتناسب مع جميع مستويات الطلبه وان الوقت المخصص للجلسه كان مناسبا ولم تواجههم اي مشاكل اثناء الامتحان او داخل القاعات، هذا وسجلت لجان امتحان الثانويه العامه 396 مخالفه لتعليمات الامتحان حتى يوم امس بحسب الناطق الاعلامي لوزاره التربيه والتعليم وليد الجلاد. اليوم كان امتحان ثقافه عامه والحمد لله كان سهل. وامر بسيط ووقت كافي واخيرا اجى امتحان من الكتاب كان الحمد لله سهل وان شاء الله الامتحانات كلها بتكون زي هيك قد ما زبطنا ما رح نظبط لانه راسبين بالانجليش بالرياضيات فيعني في عادي ما في فايده امتحان اليوم كان كثير 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 سهل يعني عوضونا خساره الرياضيات امتحان الثقافه العامه كان كثير سهل يعني ما بيستاهل كل تعبنا على الماده لو واحد مش دارس بفوت بفلل الماده وزعت مرتبات إدارة السير المركزية في العاصمة عمّان عبوات مياه وتمورا ونشرات توعوية على المواطنين قبل موعد أذان المغرب بقليل، تخفيفا من الحوادث المرورية التي يتسبب فيها السائق بسبب الاستعجال والسرعة الزائدة. المزيد حول الحملة في تقرير جورج برهم. في شهر رمضان المبارك. تزداد المشاكل المرورية، وخصوصاً في الساعة التي تسبق الإفطار. دائرة السير من أجل توفير بيئة مرورية آمنة، وتسهيل الحركة، ومنع الازدحامات، تضع خطة من أجل تسهيل انسيابية حركة المرور، وعدم حدوث إرباكات، وخصوصاً في ظل التصرفات الخاطئة، كالوقوف المزدوج أمام محلات العصير والمطاعم والمخابز وغيرها. مشكلتنا دائما هي الساعة ما قبل الإفطار حقيقة اللي يكثر فيها الحوادث والسرعات القاتلة والمميتة اللي بنتج عنها حوادث وخسائر يعني بشرية واقتصادية في يعني في هذه الأوقات مجموعات السير المنتشرين في مختلف مفارز العاصمة عمان وفي كل محافظات المملكة الأردنية الهاشمية يقوموا بتوزيع المياه والتمر على إخواننا المواطنين وفي يعني مطبوعة برشور إحنا عاملينه بإمساكية شهر رمضان هذا كله من باب انه احنا المواطن بدل ما يكون مستعجل او مسرع انه يخفف سرعته يتناول يعني حبه التمر او كاسه المي ويصل لبيته بكل اريحيه حتى ما يقع بحوادث لا سمح الله، بعض الاخوان مالك يعني اصحابين الدراجات او من يقود الدراجات الناريه بالاضافه للمركبات يقوم بممارسه التشحيط في هذه الفتره القاتله، لأن احنا يعني حقيقه بالمرصاد ويومين قاعدين نضبط عشرات المركبات ممن يقوموا بالتشحيط او القياده بصوره متهوره. الحد من الحوادث ما قبل الافطار ياتي ضمن خطه دائرات السير المركزيه ولهذا عملت على نشر كوادرها في كافه مناطق العاصمه عمان والمحافظات قبل موعد الافطار بقليل من اجل توزيع المياه والتمور على المواطنين لحثهم على تخفيف سرعتهم والوصول الى بيوتهم بشكل امن لا سيما وان الساعه التي تسبق الافطار تكثر فيها السلوكيات الخاطئه كالسير بسرعات مميته والتشحيط والحوادث التي تتسبب في خسائر بشريه وماديه نقضي ساعات الافطار سواء مع كوادر اداره السير المركزيه الموجودين بالميدان وايضا مع كوادر امانه عمان الكبرى العاملين على مدار الساعه يعني لتوفير البيئه المروريه الامنه للاخوان المواطنين وايضا لتوفير بيئه نظيفه لمرتادين عمان الحمد لله رب العالمين تعاون ما بين امانه عمان الكبرى واداره السير المركزيه على اعلى مستويات سواء كان بتنظيم الحركه المروريه وايجاد الحلول المروريه وايضا المعاونه والمساعده والوقوف يد بيد ايضا للحل مشكله الازدحامات المروريه الحمد لله رب العالمين رمضان هذا بمتاز، اللي عم بتجول بشوارع عمان وبلاحظ انه اخف من حيث السنوات السابقه من حيث الـ الـ الازدحامات المروريه، الحركات المروريه جميعها مسيطر عليها سواء كان بساعات النهار وايضا بساعات ما بعد الافطار. وبعد الانتهاء من توزيع التمور والمياه على المواطنين، قامت مرتبات دائره السير بتناول طعام افطارهم مع بعض المواطنين على الطرقات ومنهم من افترش ارضيه الوطن. جورج برهم رؤيا كشف مدير آثار محافظة جرش أحمد الشامي أن القطع والتماثيل الموجودة في الممر التاريخي في حدائق الملك الحسين والتي تداولت مواقع إلكترونية حادثة الاعتداء عليها كشف أن تلك القطع ليست أثرية ولا حتى قطعا قديمة وإنما هي منحوتات وتماثيل مصنوعة من مواد جبصية أو معدنية وتم تشكيلها على أيدي فنانين ونحاتين محليين وقال الشامي لرؤيا أنه لا علاقة لدائرة الآثار العامة بتلك المنحوتات أو التماثيل، لافتاً إلى أن الدائرة لا يمكنها ترك أي قطعة أثرية في أي حديقة عامة أو مكان عام، وأن جميع القطع الأثرية موجودة في مستودعات الآثار ومتاحفها كمتحف الأردن، مؤكداً أن دائرة الآثار لا تسمح بخروج أي قطعة من المستودعات أو المتاحف إلى أي معرض أو متحف عالمي إلا وأن تعود إلى مكانها، مؤكداً أن ما أعيد من متحف هانوفر هو عبارة عن باقي تماثيل مقلدة ونماذج تحاكي الواقع هذا الممر عندما افتتح كان يمثل مجموعة من المنحوتات والتشكيلات الطبيعية من حجارة ومعادن تعود لأشكال أثرية أو مستوحاة من واقع أثري لكنها قطع نماذج حديثة إما جصية وإما معدنية نحن نقف في خلف الصورة التي ورد ذكرها في التقرير في المواقع الإلكترونية أنها مواقع أثرية أو قطع أثرية وأن دائرة الأثار العامة وكأن هنالك إشارة إلى تقصير دائرة الأثار العامة أؤكد على أن هذا المكان الذي نقف فيه خلفنا يوجد بقايا جزء من تمثال يعود من بقايا تمثال حديث من الجص يعود لتماثيل عين غزال عشر ألاف عام قبل الميلاد لكنه نموذج تقليد للقطع الأثرية هو عبارة عن نموذج تعاني المباني التراثيه في محافظه اربد من الاهمال وعمليات الازاله والهدم لا سيما مع اتساع مدينه اربد مكانيا ووظيفيا وازدياد عدد سكانها الامر الذي يشكل ضغطا على بؤرتها المركزيه التاريخيه التي تعرف باسم المدينه القديمه مزيد من التفاصيل في هذا التقرير ابنيه تراثيه مميزه باسلوب بنائها ومواد انشائها وطرق تشييدها وجمال تكوينها الداخلي والخارجي يعود تشييدها الى عشرينات القرن الماضي وهي الفتره التي شهدت نشوء المباني التقليديه الحضريه قيمه تاريخيه ووطنيه وحضاريه لهذه المباني لم تمنع من تعرضها للاهمال او لعمليات الهدم والازاله من قبل المقاولين الذين يزحفون عليها بشكل مخالف للقانون او حتى من قبل ورثتها الذين يستغلونها في اقامه الشقق السكنيه او المحال التجاريه اذ يحدث ذلك في ظل التراخي في تطبيق القانون المعني بحمايه الاماكن تراثيه بالرغم من انها قد تكون هذه المنازل هي ملك خاص ولكنها ايضا يحمي القانون يحميها من من الهدم ويكون مسؤوليه المالك وبنفس الوقت مسؤوليه الدوله في المحافظه على هذه المباني التراثيه هذه المباني التراثيه تعد جزء من تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا وبالتحديد في محافظه اربد الغالي على قلوبنا جميعا بلديه اربد من جهتها قامت باستملاك عدد من هذه البيوت وعملت على صيانتها وترميمها في اطار مشروع سياحي ثقافي يهدف الى تطوير وسط مدينه اربد وانقاذ مبانيها القديمه من خطر الاندثار واعاده تاهيلها بما يخدم المجتمع المحلي هي اذن دعوه رسميه وشعبيه لانقاذ هذه المباني التراثيه وتضمينها في عمليات التخطيط الحضري بهدف حفظ ذاكره الوطن وتراثه الحضاري والمادي والروحي والانساني عادت المسرحية اللبنانية كتير سلبي إلى الأردن للعام الثاني على التوالي من خلال عرض أردني من حيث المضمون والسكتشات ولكن بأداء لبناني حيث يجسد الشخصيات التي ستقدم كوميديا ساخرة مجموعة من النجوم اللبنانيين وهم فادي شربل وإلي الراعي ودولي الحلو وحسين المقدم وجوانا كركي التفاصيل في التقرير التالي يعود فريق كثير سلبي ليعرض مسرحيته للسنة الثانية على التوالي بفندق اللاندمارك في عمان ضمن فعاليات شهر رمضان الفضيل نبيل عساف مخرج العرض المسرحي الذي شارك إلى جانب جيسكار لحود بكتابة النص قال في مؤتمر صحفي إن العرض المسرحي كثير سلبي الذي قدم في رمضان الماضي احتوى على عديد من الموضوعات واللوحات التي لا تتعلق بالمجتمع الأردني لافتا إلى أن عروض هذا العام التي ستنطلق اليوم في اللاندمارك تقترب من الهموم والقضايا الأردنية رح يكون فيها شخصيات لبنانية مشهورة مثل شخصية الشاعر الأطرميزي بالإضافة إلى شخصيات أردنية بحتة يعني في شخصيات جديدة رح تشوفوها بالمسرح رح يكون عنا نقد سياسي رح يكون عنا نقد اجتماعي رح يكون عنا الأشياء العادية ولكن نحن عطول إطارنا مختلف يعني شوي جارئين أكثر بطرحنا بكل انواع الطرح نحن ندفش الامور بعض الشيء لأن الجمهور ما عاد يكتفي بالعناوين العريضه والكليشيهات وسيتم تقديم عدد من الاغاني في العرض المسرحي باسلوب اردني علاوه على شخصيتي ابو صفر وهم هاوش الاردنيتين واللتين لقتا نجاحا كبيرا لدى الجمهور اللبناني اثناء تقديمها في العروض التي جرت في لبنان اخيرا <applause> وكان مدير عام الفندق الذي ادار المؤتمر ابراهيم كراجة نوه الى ردود الفعل الايجابيه التي قيمت عروض مسرحيه كثير سلبي في رمضان الماضي والتي اعتبرها تعكس مدى الانسجام والتفاعل بين الجمهور وفريق العمل. فرقه كثير سلبي فرقه رائعه، فرقه مميزه بادائها استاذ نبيل عساف والاستاذ جسكار لحود برضه عندهم تفهم واضح للمعاناة ومشاكل وهموم الشارع الأردني واللي مزبوط هم مسرح أردني لبناني لكن تمكنوا برضو كمان أن يوصلوا لهاي النقطة ويعالجوا مشاكل ويطرحوها للمواطن الأردني فريق المسرحية التي يضم كذلك الفنانين دول الحلو وحسين مقدم وجوان كركي بذل جهدا كبيرا للتقريب إلى اللهجة الأردنية اللوحات التي سيتم تقديمها خلال عروض المسرحية حمزه الشوكي رؤيا في هن ثلاث اشياء بس ما تغيروا بالاردن، مين بيعرف شو اه هذا حلو ماتت حمدة، حمدة الرمش اللي بتحدى، قصيدة انتشرت منذ ثلاثة عقود وما زال الناس يرددونها حتى اليوم واليوم يغيب الموت صاحبها حيث توفي الشاعر السوري الكبير عمر الفرا عن عمر ناهز السادسة والستين إثر نوبة قلبية المزيد عن حياة الشاعر العربي السوري في هذا التقرير حمد حمد الرمش اللي يتحدى الرمش اللي ياخذ قلب الناس الرمش اللي ما عمره ودى غيب الموت الشاعر السوري عمر الفرة عن عمر ناهز ستة وستين عاما إثر نوبة قلبية وعرف الشاعر الفرة بشعره النبطي الذي مازج فيه بين الوطني والإنساني حيث رفع القصيدة البدوية إلى مصاف الشعر العالمي كما اشتهر أيضا بطريقة إلقائه المميزة للشعر والتي تأثر بها عدد كبير من الشعراء الشباب جسم مثلج شعر تناثر فوق مخدة صاحت جاوب مروة كحلة ماتت حمدا، ماتت حمدة ثوب المخمل وللشاعر عدة دواوين باللهجة البدوية المنتشرة في بلاد الشام، من أشهر أعماله قصيدته المعروفة قصة حمدى التي اشتهر من خلالها، والتي حفظها الناس عن ظهر قلب، حيث تحولت إلى أيقونة ورمز للفرة، والقصيدة حكاية فتاة بدوية انتحرت بعدما أجبرت على الزواج من ابن عمها. تغطي حمدا تهني حمدا هالارض اللي تحت جرينا اكرم من اللي فوق بمده تهني كما كتب عددا من القصائد التي تمجد المقاومه والرموز الوطنيه منها قصيدته عن الشاعر الاردني الكبير عرار عرار المرحله صعبه واخاف الازمه تبلعنا نزف كل يوم بالأمه وخبر كل ساعه يفجعنا. يذكر أن الشاعر عمر الفره من مواليد تدمر عام 1949 درس في مدينه حمص وبدأ بكتابه الشعر الشعبي منذ عمر الثالثه عشر وبموت الفره يفقد الشعر العربي أحد أبرز الأصوات الشعريه التي ارتبطت بأوجاع الناس وعبرت عن مشاعرهم. انشدهت رجفت عيوني تشذب قلبي لجلج خافت شافت جسم مثلج شعر تناثر فوق